مرحبا. لؤل بسيوني فلسطيني מעזה שמתגורר בלוס אנג'לוס. הוא חבר בצוות סוכנות החלל נאסא. הצוות פיתח והטיס את המסוק הראשון בכוכב מאדים באמצעות שלט רחוק מכדור הארץ. באחד הראיונות אימו הוא אמר, להגיע לכוכב מאדים היה יותר קל מלהגיע למשפחתי בעזה. הסתקרנתי והחלטתי להוכיח אימו. يسعد صباحك بأجمل تحية فلسطينية هنا من الداخل الفلسطيني. حديثنا أول عن الرحلة، رحلة سفرك لأمريكا. رحلة سفر يعني جدا دراسة للأسف من خرائج منذ 1990 خلص توجيه علمي. يعني عشت الانتفاضة الأولى بغزة وكانت أيام صعبة وفجرت في الجامعة وجيت أدرس في الجامعة طبعا بعد أول فترة بس أشتغل بعدين اضطريت إنه بطل الجامعة بعد ما صارت أحداث الانتفاضة الأقصى وصار عندنا تجويف في الأراضي فاضطريت إنه بطل الجامعة سنة بعد سنة رحت على جامعة ثانية وخلصت البكالوريوس والماجستير يعني وأنا صغير بتذكر دائما كان في عندنا تجويفات كل سنة ونحن ساكنين بالحانوت ف يعني عند إيرز يعني بيعرف المنطقة فكان كل سنة ياخذوا لهم سطر سطرين من الليمون أو سطر سطرين يعني لحد ما خلوا شيء فيها. طيب كيف خطر ببالك صناعة المروحية للفضاء نتقدم إلى الفضاء؟ طبعا يعني إنه كان واحد من بدأ من أول الأمر يعني يشتغل على بحث في مكان الطيران وشيء فكانت يعني شيء هو مستحيل هل ممكن الطيران على كوكب ما لا يوجد فيه الهواء نسبة الهواء تقريبا 1% يعني احنا ضلينا يعني يعني مشروع حادثين لإثبات هاي النظرية وحينما عملنا تصميم المروحة هي طريقة وزنها خفيف جدا في إمكانية الطيارة المحاولات كم استغرقت من الوقت محاولات حتى نجاح هذه المروحية؟ ولا يكون كنا فيها بدراسات يعني فترة العمل على المشروع تقريبا من أول يوم لحد اليوم هذا تقريبا 7 سنوات فترة التصميم كانت تقريبا 4 سنوات تصميم الدراسة الأولى فيعني هذه هي لحظتنا لحد ما نبني المجسم وبعد طبعا هو يعني بعديها بفترة حملوه على حطوه في داخل بورسفيرا في المركبة والبورسفيرا حطوها في المكوك والمطايرة والمكوك فطبعا احنا كل شيء يعني هاي النظريات اللي حسبناها كلها اثبتناها من ناحية فعلية من مروحية طارت وبعدت هاي المعلومات فهي المعلومات حتساعد في يعني في المستقبل في تصنيع يعني مروحيات او طيران شيء يعني يستخدم في المريخ او في كواكب اخرى يعني في كثير حيساعدنا هذا الشيء يعني زي الرايت براذر اللي اكتشفوا اول طياره على الارض 20 سنه كيف لفلسطيني في امريكا حقق انجاز عظيم؟ في صحيح في كثير غير يعني فلسطينيين وغير عرب يعني ناجحين في مجالات عديده من الفضاء ولكن يعني في العاده صراحه ما بحكي يعني ما بعرف عنهم او ما بحبوا مثلا يحكوا عن نفسهم فطبعا الواحد لازم يكون مستقل يعني وين اصلا يعرف انه يفيد غيرهم بتجربته. طيب السؤال التالي لما سمعوا اهلك بعد هذا الانجاز كيف انت كان شعورك وانت كنت حابب مين بالاول تحتضنه؟ والله اول شيء يعني الواحد بتحضنه المخ يعني كثير حتى يعني اشتاق لي وتعبت كثير يعني احنا بعدنا وتعلمنا وما شافتنا كثير حنون ف يعني بس طول عمره نفسنا نكون بنفس المكان يعني الله بعدنا فرقنا يعني كل واحد يخوض في بلد ف يعني الله يعينها ولكن هنالك مقوله كانت لك اسهل انك توصل المريخ ما توصل غزه شو قصدت فيها هيك؟ يعني صراحة صعب جدا نشوف هاي يعني لفترة طويلة في غزة دخول غزة يعني عقدي على الداخل وعقدي على الخارج يعني إذا دخلتي ما طلعت إذا طلعتي ما دخلتي يعني كبير يعني هي كل ما دولة بدك واحد يروح لو بيفتحوا المعبر أسبوع أسبوعين بعدها بسكر شهر شهرين شهور سبع شهور سنة يعني واحد بيعلى واحد ما بيقدر يعني بعرف صاحبي روح على غزة ضله معلق سنة ونص يعني نعم. واحد عليه الجامعة يعني ما يقدرش يرجع يخلص آخر فصل نعم
كثير في ناس قصص كثيره زي هيك. وطبعا انت كلمتك للطلاب اللي هم بعد مش مخططين ومش مقررين شو يدرسوا، هذا الموضوع انت بتنصح طبعا طلاب ينخرطوا في هذا التعليم؟ انا والله بنصح كل واحد يشتغل في مجال بحبه. طبعا الواحد لما يكون له ميول هذا حيساعد على نجاحه. الواحد بده يشتغل في مجال بحبه، اني مثلا انه احاول انجح ولانه بدي اكون جزء من هذا التغيير، هذا بخلي الواحد برضه متحمس، لانه الواحد حيمر في كثير صعوبات كل مجال، حتى انه في امكانيات موجوده في عندنا مثلا في الولايات المتحده، يعني حتى لو غزة انه في ميزات مثلا مش موجوده يعني. الواحد لازم انه يكثف يعني الاشياء اللي لها ايجابيه حواليه، يعني بحيث انه هذه الاشياء اللي يركز فيها. يعطيك ألف عافية، طبعاً إحنا متابعين إنجازاتك وكثير بنشكرك. شكراً، يسلموا كثير.